لحباب سلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه ان شاء الله، تكونوا بخير، تكونوا لاباس، اموركم زينه يا رب الكريم. القضيه فيها لا كاف. المهم عيطوا عليا لا كاف السيمانه اللي فاتت على اساس انهم دايرين اجتماع، دايرين اناتوليه. عيطوا قالوا لي اجي حضري معانا، قلت لهم واخا. المهم في هذا الفيديو انا هضر على شحال من حاجه هذا الفيديو بالنسبه للسيدات وطب بالنسبه للاخوان للاستفاده. المهم عيطوا عليا لاكاف، قالوا لي لو في انني بحرولت مؤخرا، قالوا لي اجي حضري معنا واحد لاتولي نهضروا فيه على لا بارونتاليتي، يعني من بعد الولاده وتا قبل الولاده. كانوا حتى السيدات من مشيت كانوا حاملات. المهم قلت لهم واخا لو تيم فيه لا بارونتاليتي، الاباء والامهات وداك الشيء بالنسبه للوليدات وداك الشيء وبالنسبه للمساعدات وشحال من حاجه. المهم مشيت حضرت سميتو حضرت لاتولي اللي دايره. المهم طلعنا سيزيام ايطاج، اول مره سميتو اول مره نطلع داك سيزيام ايطاج. المهم سيزيام ايطاج دايرين غير لي ريونيون اجتماعات وداك الشيء ما علينا. المهم دخلنا داروا كانوا سيدات كانوا جاوريات، كانت واحد السيدة معنا مغربية عربية، يا هذيك وليداتها كبروا تبارك الله وسميتو. المهم عيطوا عليها حتى هي باش تحضر، تعطيتها هي وجهة النظر باش نعطوا وجهة النظر تاعنا في بزاف الحوايج على اساس اننا امهات وكانت الاباء. المهم كان معنا راجل. المهم طلعنا درنا لا بريزونطاسيون، شكون هذا شكون هذه وداك الشيء. المهم في هاد لاتولي تاع سميتو اللي عيطت عليا لي لاكاب على اساس انها بغات تعاون الامهات والاباء، وكان سميتو الهدف تاع هاد لاتولي بزاف الحوايج يعرفونا اشنا نعرفوا على لاكاف بالنسبه للمساعدات، بالنسبه شحال من حاجه، اشنا هي دور لاكاف في المجتمع في الدوله الفرنسيه، اشنا هو دور لاكاف بالنسبه للسيدات، بالنسبه للامهات، في بزاف الحوايج. المهم كانوا في الاسئله على اساس اننا هنطرقوا بالنسبه لاكارد سميتو تاع الوليدات الصغار بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش شي واحد ولا شي حاجه، كيفاش يخلوا وليداتهم اللي يكونوا صغار بحال هكذا البيبي ولا شي حاجه، كيما انا ولدي باقي رضيع اللي بغيت نقضي شي غراض. المهم كانوا الاسئله على اساس دي تيم تيماتيك، على اساس اشنا هو تنتظروا من لاكارد، اش تنتظروا احنا من لاكاف على اساس ان امهات والاباء بالنسبه لهاد المؤسسه اللي تتكلف بالمساعدات وداك الشيء. المهم كان السؤال المطروح الاول باش يعرفونا واش تنعرفوا شي حاجه، قالنا اش تتعرفوا على لاكاف. المهم شحال وحده فينا هضرت على لا بريم دو نيسونس اللي فيها 945 اورو فاصله شي حاجه بالنسبه للطفل واحد، واللي كانوا جوج اطفال توام راه تتكون دوبل، واللي كان ثلاثه تتكون تريبل، واللي كان الربعه المهم بحال هكذا. يا ديك هضرنا على المساعدات تاع الشيك تاع العطله، وحده في السيده اللي فينا سميتو هضرت كانت استفدت منه، يا هذيك هضروا على اساس ان السيده المساعده تجي عندك واحد السيده للدار باش تتعاونك شويه تاع الشغل ولا تتقابل لك البيبي ولا شي حاجه، بغيتي تقضي شي غرض ولا شي حاجه، وهاد السيده تجي للدار وتتعاونك نحل واحد القوس فيها شروط بالنسبه السيدات تيستافدوا من هذه المساعده اللي كان عندهم شي ولد اونديكابي، ولا كانت شي امراه سولو وعندها ثلاثه الاولاد ابارتيغ تاع ثلاثه الوليدات. يعني بالنسبه لي انا عندي ولدي ريان وعندي البيبي ما نستافدش منها، يعني فيها شروط، تتحطي واحد الملف ولاكاف تقرا الملف، تيديروا اجتماع وتشوفوا واش تستافدي ولا ما تستافديش. المهم هذا بالنسبه للسيدات اللي تجي شي وحده تتعاونك في الدار جوج ساعتين في الاسبوع، بعد نوبه تتكون شويه اكثر. مهم فيها شروط، غير الحاجه اللي بغيت نركز عليها في هذا الشيء تاع المساعدات راه فيهم شروط، راه ماشي اي واحد يستافد. يعني تاع الشيك دو فاكونس هذيك المساعده تاع الشيك تاع العطله الصيفيه وبالنسبه للعطل راه هما فيهم شروط، يعني خاص يكون عندك شحال تاع الوليدات، يكون الدخل تاع الاسره شحال، واش تيا بوحدك ولا مزوجه ولا مامون سولو ولا شحال من حاجه ولا مفارقه. المهم شحال من
حاجه تتكوني داخله في واحد لا كاتيجوري، فهمتي؟ يعني ما تيقدوش يعاونوا كل شيء. انا نسولت على بزاف الاسئله، قالت لي الصراحه، قالت لها غير بالنسبه، قالت لها السيدات بحالي، والسيدات بزاف الكاوريات تكونوا بعاد، كاوريات فغي دي فغي فرونسيز تكونوا بعاد على والديهم، ومغربيات ومغتربات ما تكون حداهم حتى شي حد، ما تكونوا بعد نوبات اللي عندهم لا صحاب لا حتى شي حاجه، كما انا في ولدي الاول ريان ما كان عندي حدايا حتى حد، ما كانت عندي حتى صاحبه مغربيه ولا شي وحده اللي نخلي عندها ولدي ونمشي هكذا الحمام، ولا نمشي نقضي شي غراض، ولا نمشي نتقدى، ولا ندير شي حاجه. المهم قالت لي بالنسبه لهاد القضيه، قالت لي الصراحه هي ضروري خاصها دير، واخا غير، قالت لي انا واخا غير ساعتين في 15 يوم تجي شي واحد تقابل لك البيبي هي هذيك، وتمشي انت تقضي غراض كي ولا شي حاجه. يعني ماشي بالضروره تمشي هاد السيده دير لي سوين، ولا سميتو تمشي للحمام ولا شي حاجه، اي حاجه يعني اللي بغات دير شي حاجه ديرها رونديفو ولا شي حاجه. المهم قالت لي غنحاولوا نطرقوا لهاد المساله. المهم كانت هضرنا على المساعده تاع الوليده تاع الدخول المدرسي، يا ديك شكون اللي تيستافدوا منها، هضرنا على بزاف المساعدات والله العلي العظيم. لا داكشي اللي تتعاون لاكاف تدوخو، هادشي شحال تتعاون. المهم بيان سور لاكاف مؤسسه فرنسيه تتخدم مع سي بي ام، وتتخدم مع الضريبه. المهم هي مؤسسه تتعرف داخله في شي، يعني تتعرف شحال، تتعرف عليك الشاده والفاده. وهنجاوب واحد السؤال تطرح بزاف حبيباتي عندي في الانستغرام، تيدخلوا عندي السيدات اللي تكون الكونت تاع لاكاف في اسم الراجل، وانا طرحت السؤال السيده سميتو، والسيده تتبغي الفلوس تاع الوليدات والراجل ما تيبغيش يعطيها الفلوس، من تكون خدامه في الدار، خدامه في الدار لان الدار حتى هي خدامه تتقابل الوليدات وداك الشيء، ما يمكنش تعيط لاكاف ويقلبوا ليها سميتو لو غيب بسميتها، ضروري الامضاء تاع الزوج. انا راه قلت شحال من فيديو قبل، شي فيديوهات عندي قدام كنت قلتها، هاد المساله تاع ان السيده باغا الفلوس تاع الوليدات يطرحوا ليها في الكونت تاعها البيرسونيل، ما يمكنش، ضروري يكون الامضاء تاع الزوج سميتو. وسولتها في هذا النطاق، قالت لي راه كاينين بزاف تاع السيدات انا تنعرفهم عندهم مشاكل مع السيد، لان السيده ما تتكونش خدامه ولا شي حاجه سميتو، تتبغي ديك الفليسات. قالت لي ضروري يسني الراجل، ضروري الامضاء تاع الراجل، ما كانش الامضاء تاع الراجل قالت لي ما عندناش هذيك الصلاحيه. المهم كاينين شي حوايج في لاكاف، شي فهوات ياكي، المهم كاينين شي حويجات خاصهم يتغيروا. المهم قلت لها ان على اساس ان خاصها تناقش هذه المساله تاع ان واش بالضروره يكون دائما الكونت بسميت الراجل، ولا السيده من حقها الكونت من تزوج هي هذيك، ولا جايبها من التجمع العائلي تقلب على سميتها. قالت لي راه مساله صعيبه اننا نبدلوا هذا الشيء، لان فيها سميتو فيهم دي غيونيون، فيها اجتماع، فيهم شحال من حاجه. المهم انا جاوبتكم على هذه المساله، اللي بغيتي تستافدي من الفلوس على الوليدات والمساعدات وداك الشيء يطرحوا ليك انت في الكونط، ضروري سميتو، ضروري يا حبيبتي السيد الزوج ولا لو كونجوان ولا داك السيد اللي دايره مع الباكس ولا الكونكوبيناج يسني ليك. المهم ولكن راه الاغلبيه متى تكوني كونكوبيناج تتكوني باكس وتتكوني في من غير زواج، تكون عندك الحق تكوني يكون عندك الكونت تاع لاكاف بسميتك. من جهه اخرى احباباتي، من جهه واحد المساله قبل ما ننساها، بالنسبه لابريم داكتيفيتي، المساعده على بريم داكتيفيتي، من تكونوا مزوجين وهذاك الفلوس على بريم داكتيفيتي تاع السيده تتلاح في الكونت تاع لاكاف، والكونت بسميت الراجل يعني هو اللي عنده الكونت بسميته، وبزاف تاع السيدات، بزاف تاع السيدات ما تيبغوش الرجاله يعطوهم لابريم داكتيفيتي، تقول لهم الفلوس تاع العائله،
هاد النقطه تتقدي تمشي للعكاف وتقولي ليها هذيك البريم داكتيفيتي لانني انا خدامه والدوله تتعطيني ديك البريم داكتيفيتي، هو لو غيب دوزي ليا بسميتي على الحساب تاعي. هاد الخاص هاد المساله كاين فيها واحد يعني واحد استثنائيه، كاينين بزاف تاع السيدات خدامات، غنشرحها، بزاف تاع السيدات خدامات ماشي بزاف تيستافدو من لابريم داكتيفيتي، ولا بريم داكتيفيتي تتنزل في الحساب البنكي تاع لاكاف، ولاكاف تتكون على حساب محسوبه على حساب الزوج، والزوج ما تيبغيش يعطيها ليها، ما تيديرش لها فيغمون الكونت بيرسونيل، تيكون الكونت جوين وتيكون الكونت بيرسونيل. السيده كاينين شي سيدات بحالي انا عندهم كونت بيرسونيل، انا عندي كونت بيرسونيل ونحمد الله ونشكره بالكونت بيرسونيل تاعي، لان من تخاصمنا انا والزوج كما تتعرفوا على اساس انني حملت بولدي ليام هي هذيك احمد الله، لان عندي كونت بيرسونيل تنجيري في ليساتي، واخا تكون هذاك الشيء غير قليل المهم في ليساتي تنجيرهم بوحدي. وفي هذه النقطه السيدات حباباتي عندكم الحق انكم تمشوا لاكاف وتهضروا معاهم وتقول لهم هذوك الفليسات تاع لا بريم داكتيفيتي بينهم ينزلوا لينا سميتو الكونت تاعنا الكونت بيرسونيل تاع السيده. المهم في هاد لاتولي اللي هضرنا فيه في هاد الاجتماع هضرنا شحال من حاجه، هضرنا على لا سونتي على الصحه بالنسبه للوليدات، بالنسبه كيفاش المراقبه، كيفاش كاين اللي تيمشيو للبي ام يو، كاين اللي تيمشيو دوطخ ايتابليسمون على قبليه لو سويفي على قبليه المراقبه تاع الوليدات، بالنسبه لو ديفلوبمون تاعو يعني من الرضيع حتى لواحد المده تقريبا تاع عامين ونص لثلاث سنين سميتو لا موتريسيتي، المهم شحال من حاجه الحس الحركي، شحال من حاجه البي ام تجيري. انا ما مشيتش للبي ام كانت ساج فام تجي عندي للدار هي هذيك، ومن بعد الدكتور الخاص تاع الدكتور تاع العائله جينيراليست هو اللي مكلف ليا بولدي، ما تمشيش عند البيدياتر، هذا اختيار لأننا هضرنا على هاد النقطة. أنا اختاريت أن الدكتورة اللي مقابلاني هذه مدة هي اللي تقابل لي ولدي، لأن عندي فيها الطاقة تامة، وهاد السيدة يعني تنحترمها بزاف لأنها كانت معاوناني هذوك، وقفت معايا في الوقيته اللي كنت بتنحيد لو ستيريلي، الوقيته اللي كنت بتنحمل بحال يعني الراجل ما كانش في خبارو انني حيدت ستيريلي يا هذيك، وكنت مريضه في ديك الوقيته في ديك الشهر الاولى اللي كنت بعيده على الدار، كنت مشيت لواحد المدينه ماشي مدينه بعيده ولكن بعيده واحد ساعه المكانه، كنت خدمت فيها واحد الشهر يا هذيك، كانت تعيط عليا كنت في واحد السبيطار واحد المؤسسه صحيه كنت نخدم فيها، المهم واحد الشهر وفي ديك الوقيته كنت حامله، المهم كنت تعيط عليا تشوفني كيفاش كي دايره انا كي دايره انا، المهم من رجعت كنت تعيط عليا تشوف صحتي. على هذا الاساس هضرت على ان الدكتور البيدياتر سي با اوبليجي، تقدري تمشي على البي ام يو تقدري تمشي على البيدياتر على حسب الاختيار تاعك الامهات. المهم لا كاف غتخرج قريبا ان شاء الله، قريبا غتخرج ابليكاسيون برنامج يا هذيك على اساس انه يكون جامع شحال من حاجه. على هذا الاساس عيطت علينا لا كاف وقالت لنا الراي تاعنا بالنسبه لابليكاسيون وتا بالنسبه للفوروم، بغات تحل ابليكاسيون تقريبا بحال سي بي ام، سي بي ام عندها ابليكاسيون سميتها امالي يعني لا ديكلاراسيون دو نيسونس، انا درتها وانا في السبيطار عمرت في لابليكاسيون تاعي يا هذيك، كل شيء عارف لابليكاسيون تاع امالي، تدخلي فيها المعلومات تاعك وفيها لي سوين تشوفي الفلوس تشوفي شحال من حاجه. المهم لاكاف هدير ابليكاسيون جديده غتخرج قريبا ان شاء الله، فيها بزاف الحوايج باش تعاون الامهات والاباء بالنسبه للاسئله تاعهم بالنسبه لشحال من حاجه، يكون فيها بزاف المواضيع وبزاف لي كاتيجوري فوالا الفوروم فيها يعني كيفاش تتعاملي مع البيبي، المهم ماشي غير مع البيبي راه تل 16 عام
يعني التطور تاع الطفل في مجال الصحة ومجال لي زاكتيفيتي الأنشطة، كيفاش تخلي ولدك تقدي تكاردي البيبي، اش عندك من حقوق، اش عندك من هادي. هي هذيك بالنسبة لاكريج تاع هي، حيت كان مشكل كبير في هذه المدينة أنا اللي ساكنة فيها بالنسبة لاكريج، يكونوا فيها لي زادغيس العناوين تاع لي نونو لي زاسيستونت ماتيرنيل، العناوين تاع لاكريش، العناوين تاع البيدياتر، العناوين المهمه، اي حاجه مهمه هتكون في هذا البرنامج اللي هتنزلو لاكاف باش تكون سميتو ديجيتال الالكتروني ساهل. المهم التطور، التطور يعني التطور اللي جاري فيه هنايا بالنسبه للتليفونات وبالنسبه للتكنولوجيا، يعني لاكاف فكرات على اساس انها دير هذه المساله. يعني في كل مدينه هيكون عندها غير هالطابي على حساب المدينه تاعك، وتكون عندك هذيك لابليكاسيون اللي هتعرفكي وهتشد المعلومات تاعك وتعطيك كل المعلومات بالنسبه للبلاصه هي اللي ساكنه فيها. يعني انا ساكنه في 64 64، غتبين لي العناوين تاع البيدياتر، العناوين تاع البيريكولتريس. لي بيريكولتريس راه مهمين للسيدات الامهات يعرفوهم، هي هذيك بالنسبه لسميتو لي بيدياتر، لي ساج فام، العناوين، لي ميدسان، وكل شيء بالنسبه للاطفال. وهيك قد يحطوا فيها دي بتيت فيديو. المهم انا قلت ليها من هضرنا وتناقشنا مع السيده، حيت كانوا لي ريبريزونطون تاع سميتو لي ريبريزونطون، ما عرفتهاش بالعربيه، يعني لي تيبينوا، يعني لي تي لي ريبريزونطون، لي ريبريزونطون اللي تيتكلموا بسميت لاكاف، وكاينين من بعد المدن جايين. انا قلت ليها ما فيها بس تحطوا على اساس ان كيفاش تنقطعوا الضفار تاع البيبي، واش يكون ناعس ويكون فايق. يعني سؤال يقد ما يكونش يطرح بالنسبه لشي واحد في الفكره تاعو، ولكن مزيان ان الامهات يعرفوا كيفاش نقطعوا الضفار تاع البيبي، واش خاصو يكون ناعس، خاصو يكون فايق، يا هذيك يديروا الاحتياطات بالنسبه لبزاف الحوايج. دي بتيت فيديو ولا سميتو يكونوا بحال هكذا البيريكولتريس ولا ساج فام، يخلوا معلومات، يا هذيك يكون بيبليوتيك، يعني بنادم يقرا بالنسبه لشي حوايج يكونوا عارفهم. يعني سميتو شي مسائل يقدو يكونوا على الناس بسيطين، ولكن شحال من واحد ما تيعرفش شحال من حاجه، شحال من سيده ما تتعرفش غير تغسل البيبي من تكون راجعه من السبيطار، تتكوني في السبيطار تيوليو كيفاش تتغسلي البيبي، حيت السبيطار مقادينو، البينوار مقاد، كلشي مقاد، كلشي مستف، كلشي جاي. ولكن السيده من تدخل الدار، هذاك الرجوع الى البيت بالنسبه للسيدات لاول مره هي ولدوا وفي الغربه، ياديك ما تعرفوش يغسلوا البيبي، ما يعرفوش هادي. قلت لهم سميتو كان اقترح واحد السيده، اقترحت واحد حاجه، الاخر اقترحت واحد الحاجه. المهم كل واحد واش اقترح، يعني طرحنا على لاكاف الاسئله بالنسبه للكونجل كونجيت ماتيرنيتي، هي هذيك لان الكونجيت ماتيرنيتي في 3 سنين، واحد 24 شهر عند من حق المراه، و 6 شهور من حق الراجل في الاخر، هذا القانون الجديد اللي خرج. المهم بالنسبه للكونجي كونجي بارونتال، لو بري اللي خديتي الماكسيموم، خديتي الماكسيموم تتخلصي 385 اورو فاصله شي صريف. المهم اللي خديتي الماكسيموم هي هذيك تاخذي 385 اورو. المهم انا باغا ناخذ الماكسيموم. الكونجي بارونتال تتقدي تقسمي على جوج المرات، يعني تشدي واحد الفتره وتقدي تمشي تخدمي وتعاودي تشدي القسط الاخر، يعني والزوج ولا الكونجوي يقدي ياخذ 6 شهور الاخيره. المهم هذا الكونجي بارونتال راه ما بقاش محسوب غير بوحدو، راه هذاك الكونجي تاع الماتيرنيتي اللي خديناه من سي بي ام حتى هو ولا محسوب، يعني تيزيدو الكونجي ماتيرنيتي وتيجمعوا معاه الكونجي بارونتال، باش نكونوا واضحين بالنسبه للسيدات اللي بحر ولدوا هذاك الشيء. المهم على العموم بالنسبه لاكاف سميتو هاد المساعدات كلهم اللي تتعطي، اللي تتعطي قبل ما يوصل ل 18 عام، 18 عام الوليدات، يا هذيك هضرنا على الأنشطة، وهضرنا على مهم، هضرنا على شحال من حاجة، على شحال من حاجة، على أساس أنها هتخرج هاد لابليكاسيون هي هاديك
وهيكون فيها شحال من حاجة لمساعدة الوليد الأمهات والآباء. ما انت نهضروا على المساعدة، أنا ما تنهضروش دايما غير على المساعدة المالية، هنا المساعدة على أساس التوجيه، يوريك كيفاش تمشي، كيفاش تدير، تعمر الوراقي، لأن هذه المسألة طرحناها في الاجتماع على أساس أن شحال من وحدة ما تعرفش كيفاش تدير، كيفاش تتعمل. كان واحد السيدة معانا ما كانش عارفة بأنها عندها الحق في لابريم دو نيسونس. هي لابريم دو نيسونس راه من حق الجميع الا الناس اللي عندهم الفلوس بزاف، فهمتيني؟ والسيده حامله وعندها 45 عام، واحد الكاوري 45 عام هي هذيك حامله، واول مره اول مره تحمل. حضرت هذا السيد لانها كانت بغات تبنى، بغات دير لادوبسيون، يا هذيك هضرنا على التبني، هضرنا على شحال من حاجه. المهم غير بالنسبه للمساعدات في هذا البرنامج هيكون مساعده بطريقه اخرى، يعني كيفاش ديري الوراقات، كيفاش يفسروا لي كتمشي ديري ها. لان شحال من واحد تيدوخ في الوراق، شحال من واحد تتلف في الوراق بالنسبه للوليدات، بالنسبه لاي مساعده. راه بعد نوبه عندك الحق في هذيك المساعده، ولكن تيطلبوا منك شنو الوراق، انت دوك الوراقي ما عارفاهمش، هما هيحطوا في هذاك البرنامج تاعهم الجديد ان شاء الله، يعني واحد البلاصه اللي بغيتي ديري شي حاجه اسخاتك ديري هذه تبعي لي زيتاب. يعني عندك بيبي بغيتي تسجليه بحال هكذا في لاميتيال، ولا بغيتي تسجليه في سونتر دو لوازير، لان سونتر دو لوازير حتى هو راه محسوب حتى هو على لاكاف، حتى لاكاف تجيري سونتر دو لوازير. شحال من واحد ما تيعرفهاش هذه المساله، تجيري لي سورتي سكولير، يا ديك لان تكون مساعده بالنسبه لي سورتي، يعني الخارجات المدرسيه. بالنسبه للانشطه كما تتعرفوا بعد نوبات الوليدات تكون خدهم خرجة ولا تسافيرة، وتقولوا لي كيش شنو هو لوكوسيون تاعكي، عندك الحق تخلصي هاد الطرف، وملي ما عندكيش لو غوفوني يعني المدخول كثير على كاف تعاونكي بواحد المبلغ. المهم اللي انا شت من هاد الغيونيون لا كاف، راه كاينه بزاف الحوايج، وحنا شحال من حاجه ما عارفاهم ما عارفيناش. انا براسي عارفه شحال من حاجه في فرنسا يا ديك، ولكن هذا الشيء انا اللي سمعته في هذا لاتولي صراحه لله كان تري انتريسون، كان مهم، استفدت انا براسي، استفدت على اساس انني بحر ولدت بالنسبه للكونجي، الكونجي تاع لا من بعد الكونجي ماتيرنيتي كان بارونتال، لان كما تتعرفوا من تكوني والده غير ولد واحد، ابن واحد ولا بنت، ما عندكش الحق في الكونجي بارونتال يا هذيك، يعني ابارتيغ من جوج وليدات. هاد المساله هضرنا عليها، علاش قالت لك لو سيستيم وهذا وهذه وهذه. المهم انا في مولد طريان ولدي ما استفدتش منه لان اصلا ما كانش عندي فيه الحق، في ولدي ريان ما استفدتش من حاجه لان ما عنديش الحق. المهم اللي فهمت انا من تكون عندك جوج وليدات عندك مساعدات ما بيهمش شويه، ولكن من تكون عندك ثلاثه الوليدات ابارتيغ دو 3 زونفون عندك مساعدات كثيره. ترى هذاك الشيء اللي سمعت انا على دوك المساعدات، راه شحال من وحده ما عارفاهمش بعدا كاين من غير المساعده تاع اللي تنزل اوتوماتيك، والمساعده شحال من حاجه، المساعده تاع، وهضرنا على المساعده تاع الانرجي تاع الطاقه وشحال من حاجه. مهم بالنسبه لي غيسه تاع هي كما تتعرفوا تاع هي عندها دخل فيها. مهم اي حاجه تتعلق بالفلوس عندها دخل فيها لاكاف، ولكن هذا الاجتماع كان بالنسبه لهذا لابليكاسيون جديده وهذا البرنامج الجديد اللي هتخرجوا قريبا ان شاء الله، وهيعيطوا علينا وهنمشوا نحضروا ليه جوج المرات وهنسيو باش نجربوا ونديروا روسنا على اساس اننا واش الطريقه باش صايبوها واش مزيانه ولا لا قبل ما يطلقوها الناس. المهم من هاي طلقوها ان شاء الله راني هنقولها لكم لانها تري انتريسونت ومهمه، فيها اسئله وفيها اجوبه وفيها شحال من حاجه. المهم ولدي فاق، غنقطع الفيديو، حبيبي ليام فاق حبيبو، الله يخلي لكم وليداتكم، والله يعطي الذريه الصالحه لكل سيده، والله يسهل الجميع، والله يعاون الجميع. وبالنسبه للكونجي، الكونجي تاع سميتو، بالنسبه للكونجي بارونت من بعد لا ماتيرنيتي
يا هذيك راتي طلبوا شي وريقه اما تصايبيهم في لا روبريك تاع لا كاف مو دوموند، يا هذيك سي بلو سامبل اي سي بلو رابيد. يا هذيك بالنسبه لهذيك تيطلبوا منك هذاك، تيطلبوا منك واحد الورقه اتيستاسيون سور لونور، سور لونور على اساس انك امتى هذه الفتره واش خدمتي ولا ما خدمتيش. يا هذيك يا ديك باش تعطوك الفلوس تاعك رزقك بالنسبه للكونجي بارونتاليتي. كما قلت لكم حاجه انا اللي دخلت لي راسي مزيان هي ان كاينين بزاف المساعدات من السيدات يولدوا ثلاثه الوليدات، بيان سور واش ماما سولو ولا ماما واش ماما هذاك الشيء واش مع الاب تاعها. والحاجه اللي هنركز عليها هي ان دائما المساعدات على حسب الدخل تاع سميتو الدخل تاع الاسره وعلى حسب عدد الافراد، يعني كل واحد عنده حالته، يعني كل واحد عنده كا باغ كا، المهم كل حاله وحاله. المهم خليت لكم الصحه والسلامه ونتمنى نكون فدتكم بالقليل ولا بالكثير في هذا الفيديو، ومن هنا تنزل لابليكاسيون اللي كان شي حاجه راني نقولها لكم احبابي احباباتي. الله يفرحكم والله يسهل لكم الامور.